السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، شلونكم؟ كل شيء لسه بخير. نفس فرب معك. صح، الاسبوع اللي فات ما نزلت، تعرفون عيد ثم جده وما ثم رجع، ما ادري وشو صارت زحمه في الحياه وما صرت انزل، لكن اليوم جايب لكم شيء جربوه كثير من اخوياي وانا قلت ما ابي اجربه الا ابي اجربه مع المشتركين ويشوف الشو. طبعا الحين هو موجود على الباب، ايس كريم اللوتس وصل عندنا، فندخل الحين بنروح نشوف، خلونا نطلب ونشوف ايش بيطلع. ايس كريم اللوتس احسن من اللي جربناه في سولت برجر ولا لا؟ لان تعرفون عبد الرحمن اللي كان معي هذا في الفيديو حق سولت برجر يقول جربته واحسن من حق سولت برجر، هذا طبعا رايه شخصي، بنشوف احنا وش بيصير، بيطلع احلى ولا لا. السلام عليكم. واحد ايس كريم لوتس. ايه كنت ابي اصور لكم شلون يسوون ايس كريم لوتس، لكن يمكن الايس كريم طلعت متوزيه ورا اقدر اصورها، لكن مو مشكله، فننتظر الطلب الحين ونشوف ايس كريم لوتس زي ما قالوا اخويا يخو كويس. المهم اني مشتاق لكم مره، من زمان ما نزلت فيديو وانت واضح صوتك توني صاحي، فقلت اليوم لازم اصور لكم فيديو. وتعرفون مدارس ثم جت ماء جامعات وخربيط والناس بتقروشه وحر، فقلت اليوم لازم نبرد على انفسنا بالايس كريم هذا، وان شاء الله انه بيطلع رهيب. اليوم اليوم الوطني، فنقول كل عام وطننا بألف خير. وفي صوره شفتها بواحده من الدعايات جازت لي مره، نقول ان شاء الله انه يوم من الايام نقدر نوصل لهالشكل زي ما انتم شايفين ابراج وذا. هذا الشيء الوحيد اللي اتمناه، طبعا مو بصاير لين انتم يا الشباب اللي تتابعوني وانا كلنا نتكاتف، ومع الوقت نقدر نبني احلى بلد بمجهوداتنا. وايس كريم لوتس ظهر طلع فخر اكيد. لوتس لوتس شكرا. وهذا ايس كريم اللوتس حقنا. المهم الصوت يحس انه فاهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ترى من توقع من النوم صوتك مصدع، فهذا اللي صاير لي الحين، فخلونا نشوف ايس كريم اللوتس ونوريكم اياه من جوا. طبعا هو ماك فلوري عادي، لكن يحطون جوا اللوتس يخربطون فيطلع لك ايس كريم اللوتس. انا المنظر اللي من عندي مره جميل، فخلوا نفك الغطاء ووريكم وش اللي صاير. فزي ما انتم شايفين الحين الماك فلوري مكثرين لك بزياده، ف تعرفون ماك دائما وضعيه الكرم في الاشياء زي هذه، وتعرفون ماك فلوري وش طريقته، يحطون لك الظهر اللوتس من هنا او انه يحطونه فوق ثم يخلطونه، فهم مكثرين مره وخلطينه. يعني هذا بعد الخلط تشوفون اللوتس يعني كنا باقي له واجد فوق، الظاهر انه بيطلع شيء حلو. انا ما ادري ايش قاعد اقول، فانا توني قايم جوعان مره وباكل بفطر على ايس كريم، فهذا غلط، بس انه خلونا نجرب ونشوف. والله حر مره وايس كريم ما شاء الله تبارك الرحمن. فالحين يوه شوفوا الملعقه نفسها، الملعقه صايره بنيه. ليش؟ هذا صوص اللوتس. انا بقعد احفر جوا بشوف هو في صوص. دقيقه، الظاهر الفرع اللي رايح له فيه شيء، لان زي ما انتم شايفين صاير ميلك شيك ما هي على ايس كريم، لكن مو مشكله انا الحين بارد، فخلونا نجرب ونشوف. انا ما ادري شلون بيطلع الطعم، لكن خلونا نقول بسم الله. الله يا الله، لذيذ مره لذيذ حالاتها. شفتوا الملعقه هم عليها شوي صوص، صوص اللوتس ذاك العصار. فانت تاكل الايس كريم ولا خلص تتذوق اللوتس بقوه، يطلع لك شيء رهيب. وزي ما انتم شايفين اللوتس حاطين شلون زي البسكوت، شفتوا البسكوت حق اللوتس مكشمر ومكمش ومتناثر، فانت تاكل ايس كريم عادي بنفس الوقت اذا علجت يطلع صوت قرمشه، هذا شيء مره رهيب. خلونا مره ثانيه. يا سلام، اسمع صوت القرمش الحين. يا الله اخ، تاني قايم برجع انام، مره حلو. يا الله ارهب حركه اذا الملعقه زي باقي فيها لوتس كله ايس كريم وعطك يطلع كل الصوص الموجود جوا الملعقه، صدقني انك بتعيش ملك. المهم تقييمي بكل بساطة خرافي، جبار، رهيب. له اسبوعين نازل وظاهر اللي بينزل فترة محدودة، ما لحقت عليه راح الحق عليه، انا الحمد لله لحقت عليه معاكم. رهيب، احس اني بصير دموع الفرح تطلع من الطعم. فهذه تجربتنا كانت في اليوم الوطني
كل عام وطننا بألف خير، وخلوني استمتع بالايس كريم، وان شاء الله برجع لكم فيديوهات جديدة. اليوم قلنا نغير ونخليها حلا، يقول لك الحلو للحلو اللي هنا. مرة مخيس كريه على قولتهم. لا خلاص انا اسف، كان معكم نايف سويلم، شوفكم فيديو ثاني ان شاء الله، مع السلامة. في مال